أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع. النهاردة هستعرض معكم أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع وأهم وأبرز القضايا المثارة على الساحتين الدولية والمحلية. هنروح معكم لأول خبر معانا النهاردة من جريدة الأهرام. الرئيس السيسي يقول إن الدولة ليس لديها ما تخفيه في ملف الغاز وتحولنا إلى مركز إقليمي للطاقة. ومن الأهرام المسائي، سيناء 2018 تحصد رؤوس الشر وتدمر أوكار فلول الإرهاب. ومن أخبار اليوم، الرئيس من أكاديمية الشرطة: الدولة استعادت هيبتها وعلى الشعب أن يطمئن. ومن الجمهورية: اليوم انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة. ومن المصري اليوم، وزارة النقل تبحث إعادة تأهيل المترو والترام و700 مليون يورو تكلفة تأهيل الخط الأول. ومن الوطن، عقار منشأة ناصر المنهار غير موجود في سجلات الحي. ومن الشروق، النيابة تتهم أبو الفتوح بتمويل جماعة إرهابية. ومن الوفد، مشروع مشترك مع السودان لتنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة في اللحوم. ومن اليوم السابع، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 14 مليار دولار بعد وصول حصيلة طرح المستندات. وأخيرا من الدستور، الرئيس السيسي يتفقد ثمان مشروعات في العالمين الجديدة خلال أيام. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع. هنتولى معكم بالرصد والتحليل مع الكاتب الصحفي بالأهرام هشام يونس بعد الفاصل، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. بنرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده، كاتب الصحفي بالأهرام هشام يونس. أستاذ هشام، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك. معانا مجموعة من الأخبار عايزين نستعرضها مع حضرتك إن شاء الله. هنروح لأول خبر معانا النهارده من الأهرام. الرئيس السيسي يقول إن الدولة ليس لديها ما تخفيه في ملف الغاز وتحولنا إلى مركز إقليمي للطاقة. شايف الموضوع ده إزاي؟ الحقيقة هو كانت البداية إعلان من الجانب الإسرائيلي إن هم هيقوموا بتصدير الغاز إلى مصر، وأتبعوا خطاب تعليق من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال فيه إن هذا يوم تاريخي وإن إحنا حققنا يعني ما معناه انتصار اقتصادي بإن إحنا هنصدر الغاز لمصر. على الجانب الآخر، طبعا هذا الموضوع عمل يعني تسبب في بلبلة وجدل، خاصة مع الإعلان عن مدة التصدير دي 10 سنوات. لا هو بس خليني أكلم حضرتك ليه حصلت حالة الجدل وليه تعليق رئيس الجمهورية إنه إحنا ليس لدينا ما نخفي. اللي حصل إنه إحنا مع الإعلانات الأخيرة عن وجود اكتشافات مصرية في الغاز ووجود احتياطي ضخم في حقل زهرة أو زهر واللي بتعمل فيه شركة إيني الإيطالية، اللي كان في يعني مفهوم في المجال العام كده إنه إحنا بقى ما عندناش مشكلة في الغاز، طب إحنا ليه بنستورد من إسرائيل؟ الحقيقة اللي اتضح بعد كده إن دي صفقة تتعلق بالقطاع الخاص، وإنه شركة من الشركات الكبيرة العاملة في المجال هتستورد الغاز من إسرائيل لإعادة تسييله، وهتستخدم في ذلك أنابيب المملوكة للحكومة المصرية. والرئيس قال طبعا أنه إحنا ما عندناش حاجة نخفيها في هذا الملف، وأنه هيحصل أنه مصر أو الحكومة المصرية هتستفيد لأنه هتاخد رسوم عبور ومرور واستغلال إلى جانب بعض الرسوم طيب أستاذ حضرتك، ناخد الأستاذ حمد عبد العزيز مستشار وزير البترول. أستاذ حمد، إزاي حضرتك؟
اهلا وسهلا معايا الاستاذ هشام يونس كاتب صحفي الاهرام. مساء الخير. اهلا بيك يا هشام بيه. اهلا بحضرتك استاذ. يعني سيادتك عندنا موضوع مهم جدا بنتكلم فيه وهو موضوع الغاز، فقول لنا بقى حضرتك ليه لا حصل لغط في موضوع استيراد الغاز، وايه الموضوع بالظبط وحقيقه الموضوع بالظبط ايه؟ والله الحقيقه دي وزاره البترول اللي وضحتها بوضوح واضح جدا بمجرد ما تم الاعلان عن ان في اتفاق تم ما بين شركه مصريه وما بين شركات اجنبيه، شركات خاصه بتعمل في الحقول الاسرائيليه موجوده هناك. تم الاتفاق ما فيما بينهما على استقبال الغاز الاسرائيلي في الى مصر واستخدامه استخدام البنيه الاساسيه الموجوده. بمجرد ما تم الاتفاق اعلنا ان قانون تنظيم سوق الغاز الجديد الذي تم صدوره بيتيح لاي شركه تعمل في هذا المجال ان هي تستورد وتستقبل الغاز من اي حته موجوده في الشرق المتوسط واستقباله في مصر، وامكانيه استخدام هذا الغاز اذا كانت السوق المحليه مستثمرين او مشروعات محتاجين اليها، او يتم استقباله وارساله الى محطات الاساله اللي موجوده في مصر حاليا دلوقتي. دي كانت مبنيه هذه المحطات المعالجه، المحطات الاساله موجوده في دمياط وايدكو وتم انشائهم في عام 2005 و2006. كانت الاستثمارات بتاعتهم حوالي 3.5 مليار دولار، دلوقتي لن تقل عن 20 مليار دولار لو حب حد يعمل البنيه الاساسيه الموجوده في مصانع الاساله. وبالتالي هذا الموضوع ده طبعا ماشي في البرنامج اللي مصر متبنياه وبتمضي فيه بقوه، ان مصر تتحول الى مركز اقليمي لتداول وتجاره الغاز الطبيعي. كل ما يتم في هذا الشان طبعا هيعود بالفائده الاقتصاديه على مصر والفائده السياسيه. مصر هتبقى مركز اقليمي ولاعب مهم جدا في بالنسبه للمنطقه وبالنسبه للتصدير الى اوروبا من خلال الغاز اللي ممكن يتم استقباله سواء كان من اسرائيل او سواء كان من قبرص او حتى سواء من لبنان. لبنان طرحت المناطق بتاعتها للبحث والاستكشاف امام الشركات العالميه، والمنطقه دي معروفه ان الشرق المتوسط دي منطقه واعده بالذات المياه العميقه، دي منطقه واعده. المؤسسات الدوليه طلعت تقارير قالت ان هذه المنطقه فيها احتياطات ضخمه من الغاز الطبيعي، وبالتالي احنا اتحركنا مسبقا، ما بقاش في سياسه رد الفعل، احنا بنتحرك الكلام دوت سياسه موضوعه، الحكومه ماشيه ووزاره البترول ماشيه بتنفيذها، لان احنا لو ما اتحركناش دول اخرى مجاوره هتقوم بهذا الدور، فبالتالي احنا بنحقق القيمه الاقتصاديه لمصر ان احنا نستغل الاصول الموجوده عندنا. احنا عندنا شبكه قوميه للغازات منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، عندنا مصانع الاساله موجوده، عندنا المستودعات التخزين موجوده، فبالتالي انت لابد ان انت تكون لاعب رئيسي في هذه المنطقه. استاذ حمدي، العائد علينا في صفقه زي كده هيكون ايه؟ العائد هيكون زي ما حضرتك عارف ان لازم يبقى في رسوم عبور بتدفع، في رسوم للمعالجه. انت كمصر كقطاع بترول مساهم بنسبه 20% في راس مال مصنع الاساله بتاع دمياط وبنسبه 24% في محطات الاساله اللي موجوده في ايدكو، وبالتالي دي كلها فوائد اقتصاديه هتعود على مصر. ايضا ان انت لما بيكون الغاز ده موجود عندك بيمر في اراضيك انت، اذا كان السوق المحلي هيبقى محتاج اي كميات اخرى بالنسبه للمشروعات الاستثماريه اللي احنا متوقعين ان الفتره اللي جايه هتشهد اقامه مشروعات ضخمه، لان اهم حاجه تكون موفر الطاقه، لان هي الطاقه هي عمود التامين، فبالتالي كل دي مزايا اقتصاديه هتعود على مصر. طيب الاستاذ هشام يونس الكاتب الصحفي بالاهرام عايز يسال حضرتك سؤال. اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقه استاذ حمدي كنت عايز اسال حضرتك سؤالين، الاول يتعلق بقيام البحريه التركيه باعتراض احد السفن التابعه لشركه ايني الايطاليه، وهل مصر لها علاقه بهذا الموضوع او المنطقه اللي كانت السفينه التابعه لشركه ايني تستكشف فيها هل هي تابعه لمصر ولا تابعه لقبرص؟ يعني هل ده نوع من الاحتكاك او التحرش بمصر باي صوره من الصور، ولا حضرتك بتنفي ان احنا لينا علاقه؟ ده السؤال الاول.
السؤال الثاني يتعلق بما أثير عن المناطق اللي استولت عليها إسرائيل في شرق المتوسط، خاصة الحقل اللي موجود على بعد أقل من 200 كيلو من دمياط وأكثر من 250 كيلو من حيفا، بما يعني أنه هو تابع لمصر. في كلام أثير كثيرا عن سرقة الغاز اللي موجود في المنطقة الاقتصادية التابعة لمصر من قبل شركات إسرائيلية، وإنه الغاز المستخرج في الصفقة اللي أثير حواليها هذا الكلام أصلا من حقل يتبع المنطقة المصرية. لا طبعا، فيما يتعلق بالسؤال الأولاني ليس لداخل لمصر في مثل هذا الموضوع، لأن قبرص طرح مناطق شركة إني الإيطالية بتشتغل في الجانب القبرصي. السفينة اللي كانت رايحة تنقب في الموضوع طردتها البحرية التركية، دي تخص قبرص وليس لمصر اي دخل في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، الارقام اللي حضرتك ذكرتها دي ارقام غير دقيقه على الاطلاق. الحقول، مصر حريصه على الحقول على المواقع بتاعتها اللي موجوده في المياه الاقتصاديه المصريه. المياه الاقتصاديه المصريه احنا طرحنا كل المزايدات العالميه ومغطيين كل المناطق اللي موجوده في المياه الاقتصاديه المصريه في المياه العميقه، وبالتالي كل الارقام اللي حضرتك ذكرتها دي ارقام غير دقيقه. ما فيش حاجه اسمها ان اسرائيل استولد على حقول غاز او الخلاف او خلاف. ما طبعا احنا عارفين ان ترسيم الحدود فيما يتعلق بقبرص ده اللي اتاح ان مصر تطرح مزايدات عالميه، لان بدون ترسيم حدود وتحديد النقاط الاساس اللي موجوده ما فيش شركات اجنبيه تيجي تنفق استثمارات ضخمه في مناطق هيكون متنازع عليها. فانا بطمن حضرتك استاذ حمدي كلها ان هذه الحقول زي ما بيتقال المسافات دي مسافات موجوده، مسافات كده تقديريه ملهاش اساس من الصحه، لان طبعا في حاجه اسمها الهيئه العليا لعالي البحار بالنسبه لمصر هي اللي بتحدد الحاجات دي كلها. واحنا لما نيجي نطرح مزايدات او خلافه بنبقى واخدين هذه النقاط. دي اللجنه دي اللجنه العليا دي ممثله فيها كل اجهزه الدوله بما فيها وزاره البترول، وبالتالي انت لما تيجي تطرح مناطق انت لابد ان يكون بتبقى المناطق دي محدده بدقه. استاذ حمدي قول لنا الاستقرار السياسي ساهم في 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 انتاج مثل هذه المشروعات الكبيره؟ نعم يا فندم. الاستقرار السياسي تمام ساهم في جذب مثل هذه الاستثمارات بشكل كبير؟ طبعا، انت لولا ان انت عندك استقرار سياسي وامني انت مش هتجيلك شركات ابدا تنفق استثمارات ضخمه. احنا عايزين نقول بس حقل زهر الاستثمارات بتاعته لما اطرحت المزايده وتم توقيع الاتفاقيه الاستثمارات بتاعته 12 مليار دولار، ده رقم ضخم جدا. وبالتالي انت ما فيش شركه هتيجي تنفق هذه الاستثمارات لانها لازم بعد كده تسترد هذه الاستثمارات اللي انفقتها. فمش ممكن اذا ما كانش عندك استقرار سياسي واستقرار امني، فبالتالي انت ما حدش هيجي لك. فطبعا ده كان من العوامل المهمه جدا ان مصر تطرح مزايدات احنا واتفاقيات. احنا عايزين نقول لك ان في الفتره الثلاث سنين من بعد ثوره 2011 ما تمش توقيع اي اتفاقيات لمده ثلاث سنوات. احنا منذ عام 2014 احنا وقعنا حوالي 83 اتفاقيه بتروليه، من ضمنهم الاتفاقيه اللي تم اللي ربنا انعم على مصر فيها بحقل زهر. طيب هل هناك اكتشافات بخلاف حقل زهر في البحر المتوسط او اكتشافات طبعا جديده؟ طبعا احنا عايزين برضك نوضح ان مش حقل زهر هو اللي هيحقق كل الاتفاقيات ديت، هيساهم مساهمه ايجابيه طبعا، لكن احنا عندنا حقول اخرى موجوده في البحر المتوسط شمال اسكندريه. عندنا حقل اسمه اتول دخل الخدمه تشغيل تجريبي بحوالي 350 مليون قدم مكعب دخل في نهايه ديسمبر الماضي. عندنا حضرتك حقل نورس والدلتا دلوقتي انتاجه عدى المليار قدم مكعب في اليوم. عام 2017 فقط كميه الانتاج اللي زادت بالنسبه للغاز الطبيعي وصلت لحوالي 1.7 او 1.6 مليار قدم مكعب في اليوم، زود الانتاج. وبالتالي احنا ماشيين على الطريق، احنا مش بنتكلم على حقل واحد، احنا بنتكلم على عدد من الحقول. طبعا المناطق الحدوديه اللي احنا طرحينها بمزايدات عالميه عندما تم اكتشاف حقل زهر ده فتح شهيه الشركات الكبرى اللي هي موقع اتفاقيات بتروليه معانا ان هي تزود سرعه اقاماتها للعمليات المسح السايزمي وتكوين بيانات
تمهيدا للحصر. تمام. الاستاذ حمد عبد العزيز مستشار وزير البترول، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا. نرجع تاني للاخبار مع استاذ الشام وهو من جريده الاهرام المسائي سيناء 2018. كنا لسه عايزين بس تحصد رؤوس الشر وتدمر اوكار فلو الارهاب. انت شايف الخبر ده ازاي والعمليه الشامله في سيناء 2018؟ يبدو انه العمليه اللي بتقوم بها قواتنا المسلحه في سيناء يعني زي ما اعلن اقتنصت بعض من رؤوس الجماعات التكفيريه هناك، وانه وفقا بقى للتصريح نربطه بتصريح السيد رئيس الجمهوريه بعد ذلك اللي قال فيه انه تم استعاده هيبه الدوله. يعني طبعا هو لا يعلن عن كل شيء، لكن على الاقل ما يبدو حتى الان مما قيل ان هناك عمليات ناجحه تمت بدون تفاصيل. ربما نحتاج كراي عام الى تفاصيل اكثر في الوقت القريب عندما تنتهي على الاقل العمليات، الاعلان عن اسماء من تم القبض عليهم او قتلهم. ربما يعطي هذا مصداقيه اكبر للحديث عن اي عمليات تتم في سيناء. كان مهم جدا يا استاذ هشام انك تعمل عمليه شامله بالشكل ده وبالقوه دي في سيناء في هذا التوقيت. يعني اعتقد ان التوقيت كان المفروض يبقى قبل كده بشويه، لانه الخطر زاد ووصلوا للمساجد وللكنائس، واعتقد انه كان المفروض كان مهم انك تعمل عمليه بالشكل ده. كان كنا نحتاجها يمكن في وقت مبكر عن هذا. محور التنميه مهم جدا يا استاذ هشام بجوار هذه العمليات. يعني التنمية مش هينفع تتم في أثناء هذه العمليات طبعا، ولكن مش هتتم تنمية طول ما في اضطراب على الأرض، فلابد من وقف هذه الاضطرابات والاختراقات اللي تمت، ثم يتم فتح ملف القضاء عليها أولا. يعني يتم فتح ملف التنمية الشاملة، لأنه الحقيقة أنه سيناء أرض بكر، يعني سواء فيما يتعلق بالسياحة أو الزراعة أو مسار العائلة المقدسة يعني ملمح ديني، وسيناء كلها لها يعني لها بعد ديني كبير في الديانات السماوية، وده مهم جدا انك تحطها على خريطة السياحة، لكن يعني كانت تحتاج الى التقاط انفاس لفترة بعد التخلص من العناصر اللي تسللت اليها من دول اخرى او اللي لجأت اليها من داخل مصر لتمارس يعني التطرف والارهاب. طيب هنروح لخبر تاني من جريدة الجمهورية. اليوم انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة. يعني وفقا مع اللجنة العليا للانتخابات انه هيتم البدء في الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة. ويمكن احنا طبعا بنشهد هذه الانتخابات في ظل يعني مشاركة محدودة من قبل المرشحين، ويعني عارفين ان مصطفى موسى كان مرشح اللحظات الأخيرة امام رئيس الجمهورية، ويعني ربما يعني البعض بينظر انه ما فيش هناك منافسة حقيقية، لا يمثل منافسة السيد مصطفى موسى في هذا الإطار، ولكنه يعني مش عارفين بقى هل هيكون له دعاية ولا هيكتفي بالتواجد المحدود عبر وسائل الإعلام. هو الحقيقة الرئيس السيسي يعني بيمثل مشكلة كبيرة جدا قدام أي مرشح هيترشح قدامه، لأن الراجل ليه إنجازات على أرض الواقع وليه مشروعات قومية محترمة اتعملت والناس شافت ده، فأي حد هيترشح قصاده هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا في المنافسة معاه. يعني هروح لخبر تاني معايا من مصر اليوم. وزارة النقل تبحث إعادة تأهيل المترو والترام و700 مليون يورو تكلفة تأهيل الخط الأول. الحقيقة يعني أنه هذا الرقم لافت جدا، ويعني كنا نحتاج لتوضيح أكتر من وزارة النقل، لأن 700 مليون يورو أنت بتتكلم في يعني مبلغ يعدي 15 مليار جنيه مصري إن لم يكن أكتر. يعني هيتم التأهيل، يعني ده مبلغ يعني مثال يكفي لإنشاء الخط تاني من أول وجديد. هل هيتم تكيين كل العربات والقطارات؟ هل هيتم إعادة إنشاء
الخط. بس ده مهم جدا، ما انت عندك برضو الحاله رديئه جدا. احنا محتاجين ومتهلسة. احنا محتاجين تفاصيل يا استاذ ماهر. الراي العام من حقه يعرف هيتم ده ازاي. مش على بعض طريقه المحليات انه يجوا الرصيف يكون سليم فيكسروه عشان يعملوا تاني عشان يتصرف عليه فلوس. يعني محتاجين نعرف يعني وصلنا قد ايه نسبه الاهلاك، او احنا محتاجين عربيات، خاصه ان احنا الحقيقه طول الوقت كنا بنشوف برضو قطارات جديده، بنشوف يعني ما هوش سيء الى درجه العدم انه نحتاج مبلغ زي ده. قد يكون هذا، قد يكون ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر الجنيه قدام الدولار سبب في هذا. احنا محتاجين كراي عام توضيح لهذا واستفسارات فيما يتعلق بهذا الرقم. هل هيتم تغيير قضبان السكه الحديديه؟ طب هل هيتم ده في اثناء ما الخدمه شغاله، ولا في الاوقات اللي هي بتوقف الخدمه من 1 لـ5 او لـ6 صباحا؟ ولا هيتم، طب العربيات هل هيتم تكهينها ولا بعضها يحتمل الاصلاح او التغيير الجزئي؟ يعني احنا محتاجين الحقيقه استيضاحات من وزاره المال في متعلق. من الفتره اللي فاتت دي كلها اي مرفق زي كده مديون اصلا وعليه ديون، لان العائد منه ما بيكفيش حتى الصيانه اللي موجوده فيه. فانت عندك مريت بفترات زمنيه طويله جدا ما عندكش عائد تغطي بيه الصيانه والاصلاحات اللي موجوده بشكل كبير جدا، وانت بتاخد قرض، كل هيئه او مرفق ياخد قرض من البنوك وتلاقي العمليه كلها مديونه في بعضها. فلما يكون في رقم زي ده اكيد طبعا الحاله متهالكه جدا وهيتم صيانه بشكل محترم جدا يتناسب مع طبيعه الناس، يعني الادميه اللي الناس تركب في مكان محترم يعني. تمام. هنروح لخبر تاني معايا من الوطن. عقار منشأة ناصر المنهار غير موجود في سجلات الحكومة، وده يعني إشارة للفساد يعني. والحقيقة أنه مش بس عقار منشأة ناصر المنهار هو اللي مش موجود في سجلات الحكومة. يمكن احنا لو ممكن نقول بس على سبيل المثال منطقة منشأة ناصر فيها يعني مئات إن لم يكن آلاف البيوت اللي مش مسجلة. منطقة عزبة خير الله يعني مش مسجلة في سجلات الحكومة، يعني ده فساد ولا متعمد ولا رشاوة؟ لا هو مش فساد، هو فساد عميق الحقيقة. يعني مش فساد عادي، فساد عميق، لأنه ان المشكلة انه مش بس انت ما سجلتش وما خدتش إذن السلطات. المشكلة ان اكيد حد في السلطات شافك وطنش، شافك وخد قرشين ومشي. فالفكرة انه هذا الفساد اللي ممتد بقاله سنوات. انا لسه بقول لحضرتك مثلا عزبة خير الله اللي موجودة برضو في منطقة مصر القديمة دي فيها مناطق مشابهة للمناطق اللي موجودة في منشأة ناصر، بعضها على جبال او هضاب صغيرة وكلها بلا يعني بلا خدمات او مرافق او تسجيل في الحي او اتخاذ مساحات او 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 او. احنا عندنا آلاف المنازل في القاهرة تحديدا بهذا النمط في المناطق العشوائية اللي موجودة على أطراف وتخوم مدينة القاهرة، والبيوت دي عرضة في أي وقت، خاصة المناطق اللي موجودة في حواف هضبة المقطم وعلى أطرافها اللي هي بتتعرض ل انهيارات بسبب التكوينات الصخرية اللي موجودة في المنطقة، وبعضها اللي ممكن يكون يتحرك بسبب حركات تكتونية في باطن الأرض أو هزات بسيطة، زلازل خفيفة ممكن أنها تأثر فيها. لكن الحقيقة أنه إحنا عايزين يعني هذه منطقة يجب محاولة إخلاء الناس اللي فيها وإعادة تخطيطها بالكامل، على غرار ما تم في بعض المناطق زي منطقة السيدة نفيسة، بعض المساكن اللي كانت موجودة هناك، وزي ما حصل دلوقتي في السيدة زينب في منطقة تل العقارب. تل العقارب اللي هي كانت وقر للمخدرات وللأشياء كثيرة مخالفة للقانون، بيطلع الوقت فيها عمارات يعني غالية جدا وفخمة جدا. المشكلة دي مش في منشأة ناصر بس، لأن كان معايا محافظ البحيرة المهندسة نادي عبده في مداخلة تقول لي احنا استردينا أراضي مش مسجلة عندنا في السجلات بحوالي 2 أو 3 مليار جنيه. يعني دي مشكلة باين عليها موجودة في مصر. احنا لو حصرنا الكلام ده على مستوى الجمهورية في كل مدن مصر وفي كل زمامات المراكز فيها هيطلع عندنا رقم ضخم جدا، وقد يكون مفاجئ الحقيقة، لأنه دايما على تخوم المدن
بيتم استقطاع أراضي، واحد يجي يعمل بيت يجي جنبيه يعمل التاني التالت، بقى 10 بيوت يتزنقوا في بعض، فيبقى منطقة مش مخططة، لكن تطلع لك عندك بؤر سكانية خارج التنظيم وخارج نطاق المحليات. لكن أرجع أقول تاني إنها لما كانت بتتشاف كان في فساد كمان مسؤول عن استمرارها، مش بس عدم تسجيلها وانها اتبنت، حتى لو قدرنا انها اتبنت بالليل والناس ما شافتش، ما بيطلع النهار بتلاقي بيوت قائمه. ايه التنظيم، مسؤول الحي والتنظيم فين؟ في كل مصر، مش بنتكلم على القاهره بس يعني. طيب هنروح لخبر تاني معايا من الوفد. مشروع مشترك مع السودان لتنميه الثروه الحيوانيه وتقليل الفجوه في اللحوم، وده اللي كنا بنتكلم عليه في اوقات كتيره جدا، ان انت لازم تعمل مع الدول المجاوره ليك مشروعات زي كده، لانك انت بتستورد لحوم، فلابد المشروعات، وعندك مشكله في المياه، فلابد المشروعات اللي زي دي مشروعات مهمه جدا تبقى في الدول المجاوره ليك، وزي اثيوبيا وزي السودان وزي الدول المجاوره ليك. الحقيقه ان احنا الدول العربيه كلها يعني نقدر نقول في درجة من درجات الفشل في استغلال السودان. السودان كان بيقال عليها أنها يمكن أن تكون سلة غذاء العالم العربي، لديها أخصب الأراضي الموجودة في العالم العربي كله، لأنها تقع بين نهرين أو فرعين نيل، النيل الأزرق والنيل الأبيض. النيل الأزرق القادم من هضبة الحبشة من إثيوبيا من بحيرة تانا، وهو أحد أو هو المنبع الرئيسي لمياه النيل في مصر. أيضا النيل الأبيض اللي هو قادم من امتداد لبحيرة فيكتوريا ونيل ألبرت ومصبات نهر العطبرة والغزال. هذا النيل الأبيض والأزرق يكونان منطقة الجزيرة اللي هي أخصب الأراضي في العالم العربي كله. الأراضي هناك موجودة ولا تجد من يستثمرها ومن يعني يزرعها، وكذلك الثروة الحيوانية. الحقيقة أنه كمان احنا عندنا البنك الأهلي في مصر على ما أتذكر له 5000 فدان هناك بيقوم بالاستثمار فيهم، لكن مصر تحديدا لأنها الدولة الأقرب إلى السودان، الدولة كمان مش بس الدولة الأقرب، الدولة الأكبر، مش الأكثر قربا ولكن الأكبر عددا في العالم العربي. يعني احنا هنكون مستفيدين لو عملنا مشروعات في السودان غير ما نعمل مشاريع في دول تانية بعيدة مشتركة. السودان فيه جوار جغرافي، في خط سكة حديد ممكن من أسوان إلى وادي حلفة اللي هي أول ميناء في الحدود السودانية، بحيرة ناصر هي كمان مساحة مائية مشتركة ما بين مصر وما بين السودان، يعني يمكن استغلال النقل البحري غير موانئ البحر الأحمر في مصر وميناء بورسودان في السودان. الحقيقة أن السودان يستلزم ويستأهل نظرة أكثر واهتمام أكثر من قبل مصر، سواء في مجال الزراعة أو في مجال الانتاج الحيواني. لديه ثروة يمكن استغلالها، وهي بالتأكيد أرخص من استيراد هذه اللحوم من دولة زي أستراليا، دولة زي البرازيل أو أمريكا اللاتينية، أي دولة فيها، أو أستراليا دول بعيدة وتكلفة النقل بترتفع. لديك دولة جوار فيها إمكانيات لا يمكن أو يعني غير مستغلة حتى الآن. كمان ده هيحقق استفادة للسودان، لأنه السودان برغم الخيرات والثروات اللي فيها لكنها أصبحت خاصة بعد انفصال الجنوب دولة مستوردة بقدر كبير، تعتمد على الاستيراد أكثر. لأنه لما حصل انفصال جنوب السودان 75% من الثروة البترولية تم تجنبها لصالح جنوب السودان، فأصبحت الموارد السودان التي كانت دولة غنية بفعل ثرواتها الزراعية والتعدينية أصبحت كتلة الموارد الرئيسية لديها موجودة في الزراعة. طبعا كمان يعني طبعا جنوب وشمال طبعا، وإحنا عندنا الوقت أزمة في السودان، وقيمة العملة انخفضت بتوصل ما بين 30 و40 جنيه سوداني، الدولار بيساوي ما بين 30 و40 جنيه سوداني، وده طبعا عامل نسبة كبيرة من التضخم في السودان. يعني هناك أزمة حقيقية في السودان، والشركات لا تجد أصلا دولار. ودي اللي بتهدف المخططات الغربية كلها في تأسيس
تقسيم الدول عشان يحصل عندك الأزمات اللي بالشكل ده يا أستاذ هشام؟ والله الحقيقة يا أستاذ ماهر أنا مش مع نظرية أن الدول الغربية هي اللي بتعمل مؤامرات، إحنا بنتآمر على نفسنا وإحنا لدينا جهل مقيم الحقيقة، وعندنا عدم رغبة في الفهم وفي الاستفادة من الخيارات اللي موجودة. أنا عايز أفكرك بس بسنة 82 كان في مشروع ما بين الرئيسين الأسبقين في مصر حسني مبارك وفي السودان جعفر نميري، كان مشروع التكامل اللي كان بين مصر والسودان في بداية الثمانينات. يعني أفتكر أنه لو كان هذا المشروع وكان منه تنفيذ قناة جونجلي اللي هي كانت هتوفر كمية كبيرة من المية اللي قادمة من نيل فيكتوريا اللي كانت بتضيع في المستنقعات، مصر لو كانت تمت هذه القناة كانت هتخدم مشاريع كثيرة للزراعة والري في مصر والسودان، وكانت تبقى الاستفادة مشتركة. التكامل اللي كان المفروض يتم أعتقد أن احنا بحاجة إلى إعادة إحياء هذا، ربما المشروع ده فرصة، لكنه أعتقد أن الفرصة الأكبر ليس في هذا المشروع ولكن في أن نضع خطة لمشاريع كثيرة، ونحتاج إلى مشروع قومي مع السودان، لأنه أنت لديك أرض هي الأخصب في العالم العربي وربما في أفريقيا، ولديك وفرة في المياه، مياه كثيرة تضيع في المستنقعات، ولديك أرض الأمطار فيها تتم بشكل موسمي، إذن يمكن أن تقيم عليها زراعات في الصيف وتعتمد عليها بنسبة. عندنا وزير الزراعة بقاله كم يوم في السودان النهاردة، يعني في إطار التعاون المشترك، يعني إن شاء الله يرجع يعني بمشروعات أو على الأقل بخطة أو بنية حتى لإجراء خطة مشتركة لعمل مشروعات. مهم جدا أكثر التكامل مع دول الجوار يا أستاذ الشيخ. طبعا خاصة إذا كانت دول جوار غنية بمواردها، يعني أنت عندك دولة جوار زي ليبيا مش غنية بالموارد، لكن أنت ما تقدرش تساوي الموارد اللي موجودة في ليبيا زي الموارد اللي موجودة في السودان، يمكن على العكس، دولة زراعية بشكل كبير قدام دولة صحراوية، دولة فقيرة في المياه ولديها ندرة في المياه، ووجود المياه فيها قائم على المياه الجوفية، في مقابل دولة يعني تتشابك فيها الأنهار من كل حدب وصوب ولديها وفرة في الماء، بالعكس لديها ماء فائض يضيع يعني تحتاج إلى من يقوم باستغلاله، فدولة جوار مهمة بالنسبة لنا، ويعني لن تعود سلة غذاء العالم العربي إذا لم تكون أصلا سلة لغذاء المصريين باعتبارهم الكتلة الأكبر اللي موجودة في الجوار، ودي فرصة كمان لأنه نقول لرجال الأعمال المصريين ورأس المال الوطني أنه تحتاج السودان إلى نظرة لأن الاستثمار فيها أرخص والعائد فيه أعلى. هنروح لخبر تاني معايا من اليوم السابع، ارتفاع الاحتياط الاجنبي لاكثر من 14 مليار دولار بعد وصول حصيله طرح السندات. الحقيقه انه طبعا في ارتفاع الاحتياطي الاجنبي، احنا يمكن كان عندنا السيد طارق عامر كان مسافر امبارح او اول امبارح لواشنطن والغى الزياره بسبب المؤتمر اللي كان رايح هناك تم الغائه امبارح. في ارتفاع في الاحتياطي الاجنبي لكن لسه برضو ما زلنا بنقول انه هذه المؤشرات الاقتصادية تحتاج إلى ترجمتها على أرض الواقع حتى يمكن أن يستفيد الناس أو يشعر المواطن أن هذه المؤشرات تنعكس عليه في النهاية وليست مجرد أرقام يتداولها خبراء الاقتصاد، وده مهم جدا في الفترة دي يا أستاذ هشام. طبعا طبعا. طيب الارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، أنت شايف أن ده يعني هيكون مؤثر على الاقتصاد وعلى الأسعار ولا هيكون مردوده برضه مش قوي؟ لا يعني هو الاجراءات اللي بتتبع بقى مع ارتفاع الاحتياطي النقدي دي اللي هتفرق سواء الناس هتحس بده ولا لا، لكن زي ما بقول انه تبقى هذه مجرد ارقام ما لم يشعر المواطن بتحسن حقيقي، ما لم يبذل جهد اكبر في مساله التكافل والتضامن الاجتماعي، انه الوصول بالدعم الى الطبقات الفقيره والطبقات اللي نقدر نقول ان عليها ضغوط كبيرة فيما يتعلق بسبب التضخم، يعني إذا حصل ده معناه أنه في جهود أكبر هتبذل وأنه هيتم في شعور بالتحسن لدى المواطن البسيط. هنروح لخبر أخير معايا من الدستور، الرئيس السيسي يتفقد 8 مشروعات في العالمين الجديدة خلال
أيام. الحقيقة أنه العالمين من المناطق اللي برضو لها أكثر من بعد. أولا فيها مناطق سياحية، سواء سياحة تاريخية لأن فيها مقابر الحرب العالمية الثانية، هي مكان بيجوا الحلفاء والمحور من بريطانيا وألمانيا عشان يزوروا النصب التذكاري هناك ومتحف العالمين وما إلى ذلك. هي أيضا مكان مميز في السياحة الداخلية لأنه هناك آلاف المنشآت والشاليهات الموجودة بتستغل سواء في السياحة الداخلية أو العربية. لدينا أيضا هي قريبة من منطقة الضبعة اللي بيتم فيها إنشاء المفاعل النووي بالمعاونة الروسية. هي أيضا في خلفيتها بعيدا عن الساحل هناك ظهير زراعي يتم إنشاؤه، يمكن القوات المسلحة بدأت في بعض مناطق كتيرة وكان لها الأسبقية في استزراع مناطق في الساحل الشمالي بيتم زراعتها على الأمطار وباستخدام بعض الآبار. منطقة العالمين من المناطق الواعدة في مصر، ويمكن كمان طرق المواصلات أو طرق الطرق اللي تم شقها المحور العالمين بيوفر، ومحور الضبعة بيوفر في الوقت وبيقربها أكثر للقاهرة اللي هي مركز الثقل التجاري الرئيسي في مصر. صحيح هي أقرب إلى الإسكندرية، لكن الطرق الجديدة هتخليها ربما أقرب إلى القاهرة وتسهل من عملية التبادل التجاري، إلى جانب قربها أيضا من مطار برج العرب يساعد على التصدير إذا كان هناك حاصلات مخصصة للتصدير. محور الطرق ده محور مهم جدا يا استاذ هشام، للناس بعض الناس يقول لك ليه بننفق كل هذه الاموال على الطرق؟ الطريق بيعمل لك تنميه في اي مكان وبيعمل استثمار في المكان نفسه، انت عمرك ما هتعمل استثمار في مكان ما فيهوش طريق. طبعا لان انت لو عملت الطريق في مشكلات اخرى ممكن تتغلب عليها، يعني حتى نقص الكهرباء انت تقدر تجيب مولدات، الميه تقدر تجيب تشق، انما الطريق اللي ما فيهوش كلام، انما الطريق ده اللي هيستهلك منك وقت كتير وقت وجهد وفلوس عشان توصل له. فاذا يسرته دي الخطوه الاولى ان انت بعد كده تعمل كهرباء وتكمل ميه واي طريق بتشوفه معمول في اي مكان بتبص تشوف العمران اشتغل على جانبي الطريق، حتى لو قلنا بوضع اليد زي الناس ما بتشتغل بوضع اليد شمال ويمين في كل طريق بيبدا، يعني الناس برضو بتاخد المشروعات اللي زي كده بتتكلم عليها بطريقه اقول لك ليه احنا نصرف فلوس على طرق او مش على طرق، الطرق هي مشروع للتنميه يعني. عندنا موضوع تاني مهم جدا وهو موضوع السياحه. انت شايف الخريطه السياحيه عندنا في مصر ان لابد ان يبقى لها تسويق خارجي، يعني ما يبقاش عندنا السياحه، عندنا مناطق سياحيه غنيه جدا في مصر والسياحه عندنا تحس ان يعني فيها مشكله كبيره جدا، يعني علاقتك بدوله زي روسيا مثلا متوقفه على سياحتك في شرم الشيخ مثلا، تحصل مشكله مع علاقتك بروسيا تنهار السياحه عندك في شرم الشيخ. يعني انت عندنا التسويق في السياحه مش على القدر اللي المفروض يبقى عليه. الحقيقه ان احنا عندنا مشكله برضو فيما يتعلق بالاسواق المستهدفه. الصين مثلا بتطلع 100 مليون سائح سنويا. 100 مليون سائح؟ احنا نصيبنا منهم اقل من 1%. اقل يعني كسر من 1%، وده طبعا ما ينفعش، خاصه انه في وجود علاقات مميزه ما بين مصر وما بين الصين. علاقات تعمل ايه اقتصادية. يعني مصر تعمل ايه او وزاره السياحه تعمل ايه او القطاع الخاص مع وزاره السياحه المفروض يعمل ايه في ملف خطير زي كده وانت اصلا محتاج الدعم الاجنبي ده؟ احنا محتاجين ان احنا يعني لا نطرق كثيرا على ابواب، يعني احنا وقفنا كتير على روسيا في حين انه كان لازم نتجه الى اسواق بديله وبسرعه. انت عندك جنوب شرق اسيا، تايلاند مثلا والفلبين بيطلع منهم سياحه برضو ما بيجيلكش منها حاجه. انت واقف كنت بس بتخبط على الباب الروسي وهو اتفتح بعد فتره طويله. كان في الفتره دي كان لازم يكون عندك توجه لدول اخرى، كان لازم تبذل جهد اكبر في ملف السياحه العربيه، كان لازم تحاول تقدم حزم من المحفزات او الحوافز علشان يجي لك انماط من السياحه تعادل النقص اللي كان عندك من السياحه الروسيه. فاحنا عندنا الصين تحديدا لان هي سوق واعده، وكل ما بيحصل النمو في الصين بيزيد عدد اللي بيطلعوا يقضوا اجازات بره. مصر باعتبارها دوله شرقيه زي الصين
دولة صاحبة حضارة قديمة وعتيقة زي الصين. احنا ده ملفات المفروض ان احنا نستغلها. من اقدم الدول اللي موجودة مصر والصين طبعا واليونان تقريبا. طبعا هي الحضارات القديمة، حضارات الشرق الأدنى القديم، منها مصر ومنها الحضارة الصينية، والآثار اللي فيها برضو بتمتد زينا لآلاف السنين. ويمكن فاكرين لما الرئيس الأمريكي ترامب كان في زيارة للمدينة المحرمة في بكين مع الرئيس الصيني، فبيقول له إن دي قديمة، قال له بس الأهرامات أو الفراعنة أقدم منها. وحصل يعني إن الوكالات الأنباء علقت على هذا. أنا يعني عايز أقول إنه إحنا محتاجين إن إحنا نتوجه إلى أسواق أخرى ونبذل جهد. الحقيقة السيدة وزيرة السياحة من يوم ما تعينت ما سمعناش صوتها في أي حاجة، وحتى الآن حتى ما تمش يعني حوار بينها وبين أي صحيفة، ما مش عارفين لسه بتفكر إزاي. كمان اللي أنا قريت في تقرير إن معظم الشركات السياحة اللي بتقوم بالأفواج السياحية في تركيا هي اللي متولية هذه الموضوع، فالسائح بيبقى نازل أحيانا يجي عندك في مصر أسبوع وهيروح في دولة تانية مثلا أسبوع، فمعظم الشركات السياحية دي بتبقى شركات تركية. ودي عاملة لك مشكلة كبيرة برضو، أنت ليه سايب التسويق في إيد شركات أجنبية بالشكل؟ ليه أنت ما بتعملش شركات برضو بالشكل ده وتشتغل في تسويق اللي ما عندناش محافظة في مصر ما فيهاش معالم سياحيه؟ احنا الحقيقه يعني بص خلينا نقول بشكل واضح يعني عشان يكون كلامنا حقيقي، احنا لدينا تقصير في ملف السياحه، والعدد اللي بيجي لنا من السياح والدخل اللي بيجي لنا من السياحه في العام لا يتناسب اطلاقا مع ما في مصر من حجم آثار المعالم السياحيه اللي موجوده، من آثار ومن شواطئ ومن سياحه علاجيه ومن يعني خلينا لو اتكلمنا بس في ملف السياحه العلاجيه، تركيا زي ما انت بتقول تركيا بقت مصدر جذب لي بمراكز تخصصيه وبيتم لها تسويق، لدرجه ان انا كنت عند احد الاطباء فلقيته بيتكلم انه في العمليه تتكلف هنا في مصر كذا وفي تركيا كذا، في تركيا ارخص. ليه؟ في تسويق ان هم يوصلوا حتى الاطباء مصريين يرشحوا لمرضاهم ان هم يعملوا عمليات بره في تركيا. هستاذن حضرتك ناخد اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي منشيه 12. سياده اللواء ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم كابتن. يعني معانا خبر من جريده الوطن من استعرضه كده، لقينا بيقول لك ان العقار منشاه ناصر المنهار غير مسجل في السجلات الحكوميه، يعني ايه يعني؟ يا فندم من 1970 1970 ما كانش في تسجيل ولا ترخيص مباني. فهو ده سبب القصه. ثاني حاجه بقى، احنا كنا في نفس اليوم في نفس الشارع اسمه شارع التلفزيوني كان في رقم 28. احنا لو في اي شكوى جات لنا او اي يعني لجنه هندسيه بتنزل عندنا تشوف اي مظاهر لعقار فيه مشكله، بنعمل لجنه هندسيه وننزل نعمل بحث ليها ونشوف ايه التاريخ بتاعها. طب واحنا ليه يا سياده اللواء ما بنعملش ده قبل ما تحصل حاجه عندنا او مشكله عندنا؟ ليه احنا دايما يا سياده اللواء بنشتغل بعد المشكله مش قبل المشكله؟ لا يا فندم، احنا شغالين قبل المشكله يا فندم. احنا سيادتك لو خدتك في الصوره، احنا سيادتك مسكنين 11,000 اسره، يبقى احنا كده شغالين قبل المشكله. 11,000 اسره يا فندم قبل مش بعد. احنا فندم الشيخ ناصر حي مبني على ارض الدوله، حي عشوائي، فاحنا زلنا العشوائيات يوميا يا فندم، في زلة العشوائيات يوميا. وحتى اليوم تم تسكين 11,000 اسره في حي الاطمرات. احنا يا فندم بنشتغل قبل يا فندم. طيب كويس. يعني يا سياده اللواء انا كان معايا المحافظ البحيره بتكلمني برضو عن رقم كبير جدا في اراضي غير مسجله، وبتقول لي حصلتها 3 مليار او 2 مليار، رقم كبير جدا. ما احنا الحاجات دي الثروات مهدره يا سياده اللواء. يا فندم يعني سيادتك، ما هو ده واقع، وانا دلوقتي انا دلوقتي جاي في واقع موجودين فيه. لازم اهالينا طبقا لقرار القياده السياسيه تسكنوا في حي منشيه ناصر، في حي الاطمرات. قدام حي منشيه ناصر بنعمل ازاله للعقارات، بس احنا بقى وقتنا ايه؟ الصوره الداهمه للحي كله مبني على مخلفات. فاحنا عاملين الصوره الداهمه كل يوم نخش الشارع وعقار يوميا. انا بقول لسيادتك اللجنه وصلت النهارده ل 11,000 اسره، ده رقم كبير جدا جدا جدا. طبعا تم الازاله وتسكنه في حي الاطمرات من صندوق تحيا مصر، وده طبعا توجيهات القياده السياسيه في ازاله المصالح العشوائيه والقضاء عليها.
طيب الاستاذ هشام يونس رئيس تحرير الاهرام بوابه الاهرام السابق عايز يسال حضرتك سؤال. تحت امرك يا فندم. والله كنت عايز اسال يا فندم، هل ينفع يتعمل في منشيه ناصر زي ما اتعمل في منطقه السيده نفيسه وفي منطقه تل العقارب، اللي هو اجلاء سكان في مساكن مؤقته لحين هدم المناطق اللي هي المتاخمه للهضبه او اللي على حواف الهضبه والمناطق المعرضه للخطر والمش مسجله واللي هي خطره، لانه مثلا الشارع فيها يبقى متر ونص او مترين، ما ينفعش يدخل فيه اي سياره اسعاف او مطافي او ما الى ذلك. هل في خطط لده؟ هل في امكانيه انه ده يحصل؟ هل يمكن حي منشيه ناصر من البؤر العشوائيه اللي موجوده؟ ويمكن يعني حضرتك ادرى مني انه قد ايه المشاكل اللي موجوده جوايا. يعني بالظبط يا فندم الكلام خدتك مظبوط 100%. احنا عاملين خطه لازاله المناطق العشوائيه بالكامل دي، وفعلا يوميا بتخش. احنا اليوم شغالين في شارع اسمه الرذاذ وشارع اسمه النور وشارع فوزي عليوة، شغالين في هذه المناطق اللي هي واخده ترتيب خطوره دائمه. احنا بقى ما بنسكنش مؤقت، احنا بنسكن سكن دائم. وفرنا السوق البديله مجهزه بالادوات الكهربائيه ومجهزه بخبره النوم والصاله، شقه مجهزه كامله. ما خدناش بقى خطوه مؤقته، لا احنا عاملين حل نهائي. وهو بالفعل احنا يومين شغالين. انا عايز اقول لسيادتك النهارده السبت اجازه رسمي في الحي، موظفين الحي بالكامل موجودين وشغالين في الحصر والهدم والفحص. يعني سيادتك السبت اليوم اهو اجازه، الناس شغاله فيه بالفعل لازاله المناطق العشوائيه ونحافظ على اهالينا. وعايز اقول لسيادتك احنا يعني بنعدي اهالينا في كيس طاطا على في مصابهم الاليم، وان شاء الله الطالب من خلال برنامج سيادتك المحترم ان اهالينا في منشية ناصر يساعدونا في تنفيذ قرارات الازاله حتى لا يتكرر هذا الحدث. سيادة اللواء احنا عندنا وعد من الرئيس السيسي ان عام 2018 هيكون عام ما فيهوش عشوائيات بعد كده. فيعني كان الله في عونكم، انتوا في منطقة يعني فيها قدر كبير من العشوائيات. سيادة اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي منشية ناصر، بشكر حضرتك جدا على المداخلة معانا. استاذ هشام، يعني انت شايف تطوير العشوائيات ده بشكل كبير ماشي بطريق كويس؟ والله احنا لو الست اللي هو بيقولوا المعدل ده ولو ده موجود في مناطق اخرى فيعني قد تصدق هذه الامنيه انه يكون عام نهايه عام 2018 يشهد نهايه العشوائيات. طبعا الكاتب الصحفي المحترم بالاهرام الاستاذ هشام يونس، انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا. شكرا استاذ. اعزائي المشاهدين لكم مني اطيب المنى، ماهر الفضل.